السعرات الحرارية في فلامينكو بالسوداني والشوفان، وطبعا سعرات الحرارية قليلة. المعلومات الغذائية في فلامينكو بالسوداني والشوفان للعشرة جرام، السعرات الحرارية 20 سعر حراري، بروتين 75% جرام، كربوهيدرات 2.5 جرام، دهون 1.1 جرام. المعلومات الغذائية في فلامينكو بالسوداني والشوفان للكيس كله بوزن 64 جرام، زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 128 سعر حراري، بروتين 4.8 جرام، كربوهيدرات 16 جرام، دهون 7.4 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة يا ريت يكتبلي في التعليقات. وشكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المفيد حول الصحة والتغذية، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.